طب يعني احنا بنقول دايما ان اي حاجه انت بتتعود عليها لمده كبيره بتعملها لمده كبيره بتتحول لادمان. ازاي نقدر نفرق ما بين ان ده ادمان حقيقي وانه انا بس مجرد متعود على العاده دي وهبطلها لو حبيت او لو قدرت؟ طيب لازم لو ما عملتش ده بيبدأ أحس بمثلا أنا دلوقتي لازم أنزل الشغل الساعة 7، لازم أعمل حاجة معينة، ده عادي، ده كلها هدف في حياتك نفسك تعمليه. لو ما عملتهوش بقى بتبدأ حاجات عارضة أو أحداث غريبة أو أعراض انسحابية زي إدمان المخدرات، زي التعلق الشديد. أنا ده حتى لو مش مخدرات؟ طبعا، ما هي بص بقى، المخدرات اللي هو الادمان المادي والادمان السلوكي اللي انت بتلعبي على ادمان عاده، يعني ادمان الكوكايين او الهيروين او السجاير هو ادمان عاده. مرحله ازاله السموم هي 10 ايام، بعد ال 10 ايام انت بتبداي انت ادمنتي هذه العاده، المخ واخد ان ده بيدخل له بيحسسه مادة بالسعاده. معينة ما بقتش بتدخل. بالظبط، يعني شكل الحقنه بالنسبه له شكلها بس من غير ما ياخد اللي جواها بتشعره بالسعادة. شكل السيجاره نفسه. فده بيلعب في الاخر على ايه؟ على المواد الكيميائيه بتاعت المخ. فلما يبدا التعلق الشديد ممكن الميل الى العنف او الميل العدوانيه او الانعزالات التامه او الانطوائيه او الحاجات دي، او عدم التسويف اعمله بعدين، ان هو بيبدا يؤذي نفسه او عدم ما عندوش الرغبه في الشيء اللي بيعمله، ممكن يتحول اكستريم تماما عشان هو بيربط مرحله السعاده بيمشي بشكل طبيعي. فلما بتحسي بانجاز معين بتعمليه الشيء بتاعك ده، هرمون السعاده بيبدا يعلى الكيرف بتاعه. لما خلاص بتعمليه المخ بيعتاد، ديفنس ميكانيزم اللي هو الحاجات الدفاعيه بالنسبه لك، ان هو المخ خلاص يا جماعه انا اعتدت عليها، مظبوط، فبيرجع لمنحنى الطبيعي. فبتبداي تسعي انك تعملي نفس الشيء تاني عشان تشعري بنفس درجه السعاده. يعني اي حاجه في الدنيا انا متعوده عليها بشكل مبالغ فيه هي ادمان. طبعا، عشان بتشتغل في الاخر على عادات قهريه. يعني ايه عادات قهريه؟ هل هتعرفي دلوقتي ما تعمليش الشيء الفلاني اللي انت عايزاه؟ لو مش تعرفي هو اذا مش ادمان. مش ادمان. بس تكرار للاسف، احنا مثلا بنقول ايه؟ انا اشرب السيجاره مره، انا معلش هعمل حاجه، ده انا عايز اقول لك حتى رياضه، حتى الحاجات الصحيه احنا ممكن ندمنها، يعني بنسميها ادمان. يعني في ناس فعلا ما بتبقاش عارفه تطلع من الجيم، خلاص هم حبوا الجيم قوي بيتمرنوا كل يوم، هم وغصب عنهم بيكبروا جسمانيا ومش حاسين، يعني عمالين يزودوا هم مش حاسين. فانا برضو بقول ان ده ممكن يكون نوع من انواع الادمان لرياضه معينه او لعاده معينه هم بيعملوها كل يوم في طبعا، يومهم. عشان المخ التغذيه الرجعيه بتاعته لما بتعمليش الشيء اللي انت عايزاه عادي، انا مش رايح النهارده فنان، مفيش اي مشاكل خالص، بس ساعتها المخ الادرينالين والنورادرينالين والكورتيزول بيزيد. فايه اللي بيحصل؟ لا هو مش متقبل، هو لازم يعملها واللي يحصل له اكشن. في ناس ممكن ممكن ضربات قلب زياده، في ناس ممكن تغمى عليها، في اعراض كتير جدا ممكن تحصل، عشان التغذيه المرجعيه للمخ هو لازم يعمل ده عشان يبدا يحس بالسعاده. واذا لم تحدث لفترات طويله قد تصل الى اكتئاب او اضطراب اكتئابي اللي بيحصل ما قبل الاكتئاب، عشان بس العاده اللي هو واخد دايما بيعملها ما بقاش رغم ان هي ممكن تكون صحيه مش قادر يعملها. طب ومن وجهة نظرك ايه هي مسببات ادمان السلوك السلوكي يعني؟ طيب خلينا نقول اللي جزء من الادمان السلوكي اساسه طفوله، لازم يكون اساسه طفوله. طب تعالى نحط نماذج، مثلا الشخص او الشخصيه ولد او بنت اللي دايما لازم يشتروا لبس علشان خاطر هم عايزين يشتروا، بس هم عندهم لبس كتير. طيب تعالى نبص على الشخصيه دي. ده كده يعني نص البنات مدمنه دلوقتي. طيب هقول لك ليه. في جزء كانوا وهم صغيرين القسوه الشديده، فهو لا لازم بابا يوافق، فانا حاسس بوصل للدعائي او بوصل الاول الكذب للدعائي، فابدا احس ان انا مش زي اصحابي اللي عندهم لبس، فابدا اكذب ان انا عندي حاجات وهي مش عندي. شويه بعمله نوع من انواع الاسقاط النفسي او النشوز الدفاعي، ان بيبدا هرمون السعاده عندي يكتفي اذا حصل التسوق القهري. انا مش قادر امسك نفسي، انا لازم اروح اشتري. او العكس تماما، التدليل الزايد، دايما كان كل حاجه بتجيلي، فده اصبح سلوك، فاصبح عاده، فاصبح شخصيه، انا ببدا بربط سعادتي بهذا الشيء. مظبوط. انا كمان كنت قريت قبل كده انه يعني في دراسه معموله انه الكريدت كاردز ادمان،
ان الناس بتدمن انه فكره انت معاك كريدت كارد بتشتري بيها كل حاجه انت مش حاسس ان انت بتدفع فلوس، وفي الاخر ما بتعرفش تبطلها. يعني ناس كتير تقول لك خلاص انا مش هستخدم الكريدت كارد تاني ويرجعوا يستخدموها. ففعلا يعني في حاجات في الحياه احنا ممكن ما نبقاش حاسين ان هي ادمان، لكن مع الوقت لو فكرنا فيها لا هي ادمان واضحه صريحه. عشان بصي انت تلعبي حاجه اسمها منطقه الهابت كامز، منطقه الامان. فالمشكله بقى دايما بيقولون اربط امانك بنفسك. لا، اربط امانك بنفسك، انا عندي سلام نفسي، انا سعيد جدا، انا راضي. ففي المراحل اللي زي دي انت بتربطي سعادتك باداه او بماده اللي هي الفلوس او هو اللبس اللي لازم تحصلي عليه عشان المخ يبدا يشتغل، زي مثلا السكر عشان ابدا افوق. لا، اذا لم تحصلي عليه لا انت ممكن تحصلي في اضطرابات سلوكيه كتير جدا. طيب مثلا في ادمان، في نوع من ادمان، ادمان الانترنت او ادمان العاب الفيديو. الجزئين دول مهمين جدا. يعني مثلا ادمان الانترنت، في طبيب الماني قالت ان اكتر من 32 ساعه اسبوعيا قدام السوشيال ميديا او الانترنت هو شخص متوحد للشاشه. عشان عامل زي الاوتيزم بالظبط، عشان قاعد اكتر من 32 ساعه. مظبوط. فالشخص ده بيعيش في عالم افتراضي، فلو كان من الشخصيات القويه بيبدا مستقبلا مع عنده ثبات انفعالي بيميل للعدوانيه، بيميل للعنف، وده بيحصل كتير جدا. لو كان من الشخصيات الخجوله بيميل للعالم الافتراضي ويبدا حاجه اللي هو اسمه اضطراب مصطنع، يبدا يعيش في عالم وهمي غير حقيقي فبيقلل ثقته بنفسه. طب وازاي نعرف ان هو وصل لمرحله الادمان بقى؟ يعني احنا نحسبها 32 ساعه في اليوم في الاسبوع فعلا؟ نحسبها بالساعات؟ طيب هي في جزء مهم، هو ليه بيقعد؟ عشان انا اللي بقعده، عشان انا ما عنديش وسائل بديله لابني فبحطه فبيعتاد. هو بيبقى سلوك عادي لحد ما هو بيبقى التلذذ في هذا السلوك بتبقى شخصيه، انا لازم اقعد قدامه. فاكثر من 32 ساعه او 32 ساعه هو شخص مدمن. طيب ممكن يبقى اكتر، في ناس تقعد اكتر. فالحل ان انا مش بمنع، انا بقلل تدريجيا فكره قعدته قدام الشاشه، عشان المنع بيزود الهيبره، بيزود العدوانيه، في الاي دي اتش دي، تاخر النطق، التلعثم في الكلام، التهدئه في الكلام، قله الثقه بالنفس اللي قد تصل الى الانطوائيه بشكل كبير، او سوء تغذيه. كل ده بسبب ده ناتج بيتهيألي كمان عن العنف. يعني ان انا اكون ام او اب عنيف ده بينتج عليه انه الطفل او المراهق بيطلع عنده ممكن تهته في الكلام، شخصيه ضعيفه شويه او كده. يعني ده تقريبا الحاجات دي بتيجي من الناحيه دي، ولا هي كمان بتيجي من فكره ادمان شخص الحاجه وبمنعه منها؟ بالظبط، يا ادمان يا اما تدليل زايد. هو بيحصل على كل حاجه وهو بلا شخصيه، هو بلا راي بلا كيان، او القسوه الشديده اللي فيها الايذاء البدني او الايذاء النفسي. فكره بقى ادمان العاب الفيديو مختلف على العاب الانترنت تماما. الصين، امريكا، كوريا عملوا مصحات في الصحراء. مظبوط. عشان يبداوا الناس بتنتحر. طبعا. ليه بقى؟ بيقعدوا فترات طويلة قدام الشاشة، فمادة النيكوتين بتأثر على المواد أو المسارات العصبية بتاعة المخ. فإذا زاد الموضوع عن الحد فبيفضلوا 24 ساعة ما ناموش، فبيعمل أرق، فبيأثر على الجهاز التنفسي، بيأثر على خلايا المخ، فممكن يعمل فيك، حصل حالات كتير قوي في اليابان، السكتة الدماغية بسبب قعدته أكتر من 24 ساعة متواصل قدام الشاشة. متواصل؟ يعني بيقعدوا يوم كامل قدام الشاشة؟ بالظبط. السكتة الدماغية عشان قعد أكتر من 24 ساعة. في بقى الجزء التاني، الناس اللي بتدمن ممكن مش شرط يقعد لفترات طويلة، بس هو لازم يقعد، هو أدمن هذا السلوك. فأنا مضطرية أن أغير روتين حياته، ببدأ أحط له روتين بديل عشان هو مدمن. المخ مش قادر، الجرعة اللي بياخدها زي بالظبط الجرعة المادية اللي بياخدها لو كان مخدرات، هو بياخدها من خلال الألعاب. بيبدأ الدوبامين بيتحرك، دي مشكلة. احنا عايشين ازاي؟ الدوبامين والسيرتونين والاكسستين بيبدأوا يقول لك يلا قومي عشان تنزلي الشغل، فدول افرازهم بيقل. فالافراز التاني بديل الكورتيزون بيزيد، فبتبدأ تحس ايه ده؟ انا ما عنديش الرغبة، لا انا مش عايز ابدأ اروح، فتبدأي تخشي في إحباط، تبدأي تخشي في يأس. فانت لازم تدرجي تمنعي ده وتحطي البديل، عشان انا بلعب على مواد الكيمياء بتاعت المخ. مظبوط. تبدا تحس بالانجاز في حاجه هو بيحبها بديله.